السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعض الصالحين كانوا يسالون ما هي الطريق الى الولايه لكي تصير وليا من اولياء الله. قالوا يكفيك انك قبل ان تنام تقول الله معي الله ناظر الي الله يحميني الله يغفر لي قل هذا الكلام. قله دوما خصوصا اذا كنت في موقف حرج قل الله معي الله ناظر الي الله يعينني الله يتولاني وبهذا تشعر بان الله معك في كل وقت وحين ومن ثم تبدو هناك حبه زرع طيب في قلبك يبدا يكبر وينمو ويثمر حتى تصير من الاولياء الصالحين من اجل ذلك قال ربنا عز وجل بعد هذه الايات ماذا قال في الايه 62؟ قال: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون" يا رب يا رب اجعلنا جميعا منهم الطريق إلى الولاية، من أراد أن يكون من أولياء الله الصالحين هو عليه ان يستحضر بان الله تعالى الرقيب ان الله تعالى عليم بكل شيء ما يعزب عنه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا وفي كتاب مبين الكتاب المبين يعني ان الله تعالى عنده كتاب جمع فيه كل اسرار الخلق من البدايه الى النهايه كل شيء حتى ما لا يخطر على بالك ربنا كتبه في كتاب مبين هذا يسمى كتاب القدرة وهناك قلم القدرة أول ما خلق الله في الوجود قلم القدرة قال ربنا يا قلم اكتب قال يا رب وما هو كائن إلى الأبد كل ما ترونه أيها الأحباب الآن هو مكتوب رفعت الأقلام وجفت الصحف وربنا ليس فقط يعلمه بل هو يعلمه قبل ان يحدث يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف سوف يكون فربنا عالم بكل شيء فمتى المؤمن اطمان قلبه بهذا الامر وصار يشعر برقابه الله والخوف من الله ويحسن التوكل على الله صار من اولياء الله لهذا ربنا قال عقب ذلك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من صفات اولياء الله هم احباء الله هم المصطفين الاخيار الولايه ما معناها هناك مرتبه المرسلين تحتها هناك مرتبه الانبياء تحتها مرتبه الاولياء يعني مرتبه عظيمه جدا مرتبة رفيعة واحيانا احيانا حتى الاولياء قد قد يفوقون مرتبة الانبياء على راي من من راي المفسرين واهل الذكر وسنقف على ذلك فقد يغبط الانبياء والمرسلين جماعة من الاولياء لما يرون من ان الله تعالى يعطيهم دار الكرامة ويزيدهم من فضله يغبطهم الانبياء والشهداء هؤلاء الاولياء ربنا اعطاهم صفه ما هي صفتهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يشعر بالخوف ابدا ولا يشعر بالحزن ابدا الخوف من اين ياتي هرمون الخوف ياتي من تقدير المستقبل انا افكر في المستقبل افكر في مصير اولادي واطفالي افكر في مصير وظيفتي افكر في جسمي انه يكبر ويهرم وقريبا قد اصاب بالخرف او الزهايمر واخاف من من الامن اخاف من ان يلقى علي القبض اخاف من اخطاء اقع فيها بيني وبين هذا كل هذه التخوفات هناك هرمون هرمون عندنا اسمه هرمون الخوف يبدا يتكاثر في الانسان لانه دائما عنده هواجس وعنده وساوس فتجد دائما مريض هناك اناس الله يسترنا ويستركم عندهم مرض خطير حتى في زمن الكورونا هناك من هو اخطر من الكورونا وهو الخوف من مرض الكورونا الخوف من المرض اشد من مرض ذاته والان يا ما التقيت مع اناس رجال ونساء في مراتب عليا لا اتحدث فقط عن العوام اناس اصحاب قرار اما في العدل وإما في قطعة أخرى لا أريد أن أسميها وأتفاجأ بأن الإنسان يشعر بالخوف كيف تشعر بالخوف وأنت في مرتبة عليا لأنه غاب عنه قضايا الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحزن هذا هرمون آخر خطير جدا يكون في الجسم بماذا يتكون هرمون الحزن يتكون بالتفكير في الماضي ان الانسان يجلس ويفكر في الماضي الصحيح يبدا في طفولته انه لم يكن محظوظا انه عاش في اسره كان بينها نزاع بين الام والاب او عاش في فقر مدقع طفولته حزينه ولم ياخذ كفايته من اللعب الان وجدت مره مسؤول كبير كان حزين وسبب حزنه ان اباه كان بخيل وكان لا يصرف عليه وشعر بحزن عميق وراى بانه دائما حزين رغم انه كبر وصار من الاثرياء لكن الحزن لا يريد ان يفارقه لانه كلما اشتهى لعبه او اشتهى لباسا كان ابوه يحرمه رغم ان اباه كان من الاثرياء ميسور فشعر بالحزن هناك من يحزن لان في مراهقته مر بي بظروف صعبه احب بنت الجيران ولكن العائله والاحباب اه ربما عنفوه وذهبت لغيره وشعر بحزن ومنهم من اختار شعبه بعد البكالوريا مثلا عوض ان يختار هذه الشعبه اختار اخرى ولم يكن محظوظ ان يلج الى كليه الطب بل دخل الى كليه الاداب ومن ثم شعر بانه حزين واصبح الحزن معه دوما اخر الوظيفه لما توظف عوض ان يتوظف في مستوى رفيع نال وظيفه وضيعه فصار حزين ومنهم من تزوج لم يتزوج بالتي كان يتمناها والتي كان يحلم بها في يقظته ولكن تزوج باخرى فتجده دوما حزين اخر مقر سكن لا يعجبه لانه لا يليق بمقامه تجده دائما حزين وهكذا اسباب كثيره رزق باولاد هناك من يحزن يرى نفسه في المراه لا تعجبه صورته فيشعر بالحزن اسباب الحزن كثيره إذا فكرت في الماضي وبالطريقة السلبية هناك هرمون عندنا في الجسم يبدأ يكبر 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 فتصير عندك كمية هائلة من الأحزان لاحظوا من يفكر في المستقبل بطريقة سلبية يزدهر عنده هرمون الخوف وإذا كنت تفكر في الماضي بطريقة سلبية يكثر عندك موضوع هرمون الحزن وإذا التقى الخوف والحزن صار مثل المطرقة والسندان ضرب بالرصاص لهذا نجد بعض الناس يهرمون بسرعة كتلقى واحد الإنسان كتعرفه كان وسيم أنيق في لحظة بلك بأنه أصابه الشيب والتجاعيد وأنه غزاه السكري وضغط الدم وتحطم تحطم بسرعة يا سبحان الله فلان كنت أعلمه كان في وضعية طيبة ما الذي حدث له لقد دخل إليه هرمون الخوف وتسرّب إليه هرمون الحزن واتفقا معاً فقاموا بهدم هذا البنيان. ما المخرج؟ المخرج أن أولياء الله الذين قال فيهم ربنا لا خوف عليهم ولا يحزنون. عندهم منطق في التفكير أنه لا يفكر في الماضي ولا يفكر في المستقبل بل يعيش اللحظة. الماضي اذا فكر فيه يفكر في اللحظات السعيده واذا كان هناك حزن يقول حمدا لله لقد مررت بظروف صعبه وان شاء الله ساجاز عليها بالاجر والتواب ما فاتني وما اصابني لا يسبب لي الحزن بالعكس انا افرح لانني صبرت ومررت من ذلك الطريق ولكن ذهب الحزن بقي الاجر والثواب لان ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، كنت صابرا ايام زمان انتهى الحزن. اما المستقبل فان اولياء الله لا يفكرون في المستقبل لان المستقبل غيب والغيب عند الله. اي نعم قد يفكر تفكيرا استراتيجيا يضع خطه، خطه للالفيه المقبله، يضع مجموعه تصورات لكن هذا لا يجعله يتمسك بكل ذلك مقاربات فقط. فمن صفة أولياء الله أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنك يقول لك ما مضى مضى ولن يعود أبدا والمستقبل غيب مؤمل وليس لك إلا اللحظة التي أنت فيها وهذه اللحظة يكفي أنك تكون مع الله فقط لا تظن أنك هذه اللحظة تكون من الكبراء القوم من أصحاب التراء من أصحاب النجاح لا يهم المهم ان تكون هذه اللحظه انت مع الله اذا كنت انت مع الله سواء كنت غني او فقير كنت شريف او وضيع لا يهم المهم ان تكون مع الله اذا كنت مع الله هذه اللحظه فانت اسعد خلق الله يمكن ان نقول ايها الاحباب الكرام ان هذه الايات هي مصدر السعاده من اراد ان يكون سعيد من اراد ان يكون متزن من اراد ان يكون يشعر بالقوه ويشعر بانه لا يهزم وأنه مع الله متشبت بالعروة الوثقى عليه أن يمتثل هذا التوجيه الرباني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بعض الناس قد يتساءل من هم أولياء الله قد يظن بأن أولياء الله هم رجال الله لهم يضعون مجموعة من الطقوس ربما يضع زاوية كبيرة ولا بد ان يضع امامه خضراء كبيره ولحيه بيضاء وسبح اشكال والوان تلمع وعنده مريدين وهناك طقوس وهناك عماره وهناك مجالس ذكر يتصور هكذا هذا ما اولياء الله ربنا يقول لك لا ليس بالضروره بشرط أولياء الله في صفتين فقط صفتين أنت أيها المستمع الكريم وأنت أيتها المستمعة الكريمة ممكن أن تكون من أولياء الله وأنت إنسان بسيط إنسان عادي لكن بشرط يتوفر فيك صفتين من هما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط لابد أن يكون عندهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. ان يكون عندكم صدق الايمان هذا هو الشرط الاول. عندك ايمان يقين الغيب الايمان بالله والملائكه غيب الكتب المقدسه كلها التوراه والانجيل والزبور والقران وبالرسل كل الرسل لا نفرق بين احد من رسله. وباليوم الاخر تعتقد بالبعث وبالنشور وبالقدر القدر خيره وشره ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك هذا هو الايمان الذين امنوا وكانوا يتقون يعني صدقوا ايمانهم باقترانه بالتقوى التقوى هي الامتثال للاوامر والاجتناب للنواهي ولهذا كان سيدنا علي بن ابي طالب يفسر معنى التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه هي مجرد اهم صفات التقوى ان يكون عندك الخوف من الجليل لابد من صفات اولياء الله واهل الايمان انهم يخافون من الله قبل ان يفكر وان ياخذ يتخذ اي خطوه يقول هذا الامر هل ربنا يرضاه ام يكرهه؟ قبل أن أفكر في الخلق مهما كان على مقامهم هل ربي يرضى أم لا يرضى أنا لا لا هم لي ولا شغل لي ولا علاقة لي بالخلق كلهم الذي يهمني هو الخالق هل هو عني راض أم لا إذا كان عني راض أقدم إذا كان غير راض أحجم لأني أخاف أن يتدخل بقوته وجبروته فيعاقبني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني كل شيء اردت ان اتخذه في حياتي اسال عن حكمه الشرعي في القران والسنه اسال العلماء واسال الفضلاء من اهل الفقه واهل الحديث اقول لهم ماذا قال ربنا؟ ماذا قال سيدنا النبي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل يعني من صفات اولياء الله لا تراهم يتزاحمون على الدنيا يرضى بالقليل بركه الله يجعل البركه عندي لقمه تذهب عني جوعي وعندي لباس يستر عورتي وعندي بيت متواضع سقف يحميني من الشمس ومن المطر وكفى كفى الله يجعل البركه الرضا بالقليل واذا دخل في اي مجال لا ينتظر التعويضات لا يطلب التعويضات ولا يطلب لاحظوا بان الحركه الوطنيه التي دافعت عن حوزه المغرب الناس فيها مراتب هناك أولياء الله دافعوا من أجل الوطن ونالوا الاستقلال ثم انصرفوا في حمد الله ولم يقولوا فعلنا ولا تركنا. وفيها ثانيه ربما تقول نحن لابد أن ناكل من الكعكعه. لنا حقوق، دفعنا ورفعنا الرايه، لابد أن ناخذ التعويضات، لابد أن ناخذ بقع أرضيه، ناخذ رخص استغلال سيارات أجره، يطالبون بالتعويض. من علامات أولياء الله أنهم يعملون العمل لله ولا ينتظرون التعويض من أحد وإن أخذوا شيئا الله يجعل البركة لكي تسير الحركة فقط أما التعويض الحقيقي فهو عند الله فهؤلاء إذا كانوا في هذه الصفات صاروا من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. انت اي الانسان اذا كنت مؤمن وكنت تقي انك صرت وليا من اولياء الله، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال يا رسول الله من هم اولياء الله؟ قال النبي الكريم: اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. الذين اذا رؤوا ذكر الله. هناك اناس لما تراهم يذكرونك بالله. لانهم بابتسامتهم العريضه وبقناعتهم وبهندامهم المتواضع النظيف وكل حياتهم في الذكر اذا رايتهم ذكرت الله تعالى هذا هم اولياء الله. اما اذا ذكرت بان الصراع والدنيا والتقرب الى اهل الاموال والتقرب الى اهل السلطان لا لا بد ان تكون تتقرب الى مالك الملك الى رب العالمين ايضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وكان معه ابو هريره ويسمعه ما يقول قال ان من عباد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء هناك عباد لله يوم القيامه يغبطهم الانبياء والشهداء فابو هريره كان مع جماعه من الصحابه اشرابوا قالوا يا رسول الله هل هناك اقوام افضل من الانبياء والشهداء يغبطونهم من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا في الله من غير اموال ولا انساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه صفه عظيمه من صفات اولياء الله هم قوم تحاب في الله المحبه وهي نعمه عظيمه جدا المحبه قيمه قيمة أخلاقية كبيرة نفتقدها في حياتنا لو كنا نتحب فيما بيننا وكل منا يحرص على أنه يستر عيوب صاحبه وكل منا يظهر ما عند الآخر أجود ما عنده وكل منا يؤثر نفسه وعلى صاحبه على نفسه هذه هي المحبة كانت في الصحابة لمدى الأنصار والمهاجرين كانوا فيهم محبة عظيمة حتى قال أحد المستشرقين البريطانيين قال لقد نظرت إلى فترة الصحابة فوجدت وكأن الملائكة تكاد تنزل من السماء لتصافح الناس في الطرقات والسر هو في المحبة فيما بينهم تحب في الله من غير أموال ولا أنساب حتى كلك يتحب معك حتى عليك غير يستفد منك أموال وكلك يتحب معك لأنك في السلطة غتنفعو إذا وقع في ورطة او معك عندك انساب تناسب معاه وغدير مع العلاقة العائلية فهؤلاء ليس غرضهم كذا يتحابون لله فقط لله قد تجد رجل غني ويحب رجل فقير قد تجد رجل في أعلى السلطة ويحب رجل في أدنى رتبة المجتمع لا ينظرون إلى الأموال والرتب والأنساب وإنما للقيمة الإيمانية تحابوا في الله وصفهم أن وجوههم نور يوم القيامه يبعثون وجوه فيهم نور مستمده من نور الله ويبعثون على منابر من نور الناس ياتون في يوم القيامه على الاقدام هناك من ياتي يزحف على اربعه هناك من يزحف على بطنه هناك من يتهادى مره يسقط مره يقف اما هؤلاء يوم القيامه يؤتون على منابر من نور ويوم القيامه في فزع في خوف مشاهد الرعب يوم البعث والنشور الناس يخافون، لكنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الأقوام. تتمة الآية ماذا قال ربنا عز وجل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا سلام، هذه كرامة أخرى أيضا. لهم البشره ما هي البشره البشره في الدنيا قالوا هي الثناء الحسن والموده في قلوب المؤمنين فاذا اردت ان تعرف هل انت من اولياء الله اسال علاقتك بالناس هل الناس يحبونك هل يتنون عليك خيرا اذا ذكرت عندهم في ظهر الغيب هذه بشره للمؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بان الكلام الحسن في الشخص وهو غير حاضر دليل على ان له البشرة كتسول فلان كيف حاله فلان ما موقع فلان الله يعمر له الدار فلان انسان مستقيم فلان انسان صادق فلان انسان صفة حسنة هذه البشرى الاولى المحبة والمودة في قلوب المؤمنين والثناء الحسن عليه والعلامة الثانية هي الرؤية الصالحة انه يرى رؤى صالحة يرى انه مسافر الى الحج يرى نفسه يطير في سماء زرقاء يرى نفسه في حقل اخضر، يرى نفسه يقرا القران، يرى نفسه يصلي اما يرى نفسه هو او ترى له، كما قال النبي الكريم الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له. ثم قال صلى الله عليه وسلم بان الذي لما سئل ابو ذر الغفاري قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه. ويتنون عليه به. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. انسان كده واحد العمل صالح داره بصدق واتقان ونفع به البشريه. والناس يقول فلان ما احسنه يدنون عليه خيرا. قال النبي الكريم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كرامه من الكرامات. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم جميعا. من من اهلها والكرامه المهمه جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان المؤمن عند الاحتضار ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم في ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذه بشارة عظيمة عند الاحتضار المؤمن لما يكون يحتضر تأتيه الملائكة بيض الوجوه وبيض الثياب ويقولون له أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج الروح من فمه كما تسيل القطره من فم السقاء لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذه البشاره للمؤمنين الصادقين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك لا تبديل لكلمات الله لما تحدث عن اولياء الصالحين قال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يعني ان هذا الكلام لا يمكن ابدا ان يتغير ولا يمكن ان ينسخ ولا يمكن ان يبدل لانه وعد صادق من الله ولانه حق لا يمكن ابدا ان يقع عليه تغيير او تبديل. فبشرى لكل من كان في هذه الصفه ذلك هو الفوز العظيم يعني الذي اشتمل على النجاه من كل محظور والظفر بكل مطلوب فنسال الله ان نكون جميعا من اهل الفوز العظيم. بعد ذلك ربنا عز وجل سيخاطب نبيه سيدنا محمد في هذه اللحظات ومن معه من الصحابه كانوا فقراء وكانوا عبيد وكانوا يتعرضون للاذى وكانوا يذلونهم الذل فنزل قول الله تعالى بعد ذلك ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الله تعالى يخاطب نبيه يا محمد اياك ان تحزن انهم يقدحون فيك وفي دينك ويقولون لك كلام جارح لا يضرك هذا الكلام إن العزة لله جميعا الله يؤتي العزة لمن يشاء ويمنعها من يشاء فهو صاحب العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا لأن من طلب العزة من غير الله أذله الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ثم قال وهو السميع العليم اي ان الله تعالى سمعه محيط بجميع الاصوات لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقل ذره في الارض ولا في السماء بعدها قال الله عز وجل الا ان لله ما في من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون يعاتب الله تعالى المشركين ويخبرهم بأن كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا كل لله ربنا يتصرف في فيهم بما يشاء من أحكامه فالجميع مماليك لله الكل مسخر لله الكل مدبرون من أجل الله ولا أحد يستحق العبادة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هؤلاء لا قيمة لهم، ليسوا بالشركاء لله، هذا مجرد ظنون لا يغني من الحق شيئا وان هم الا يخرصون اي خرص وكذب وافك وبهتان من يتخذون الهة مع الله جل جلاله. ثم يذكرهم بقدرة الله على الخلق، ماذا قال؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. انظروا الى رحمة الله عليكم. يا عباد الله ربنا من كرمه ان اعطاكم الليل فيه النوم والراحه بسبب الظلمه وتصوروا لو استمر الضياء طيله النهار لما استطعنا ان ننام ولا ان نسكن ولكن بفضل الظلمه بالليل نشعر بالراحه والنوم هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا النهار ضياء شمس مشرقه وانوار في كل جانب نبصر ونتصرف في معايشنا ونقوم بمصالح ديننا ودنيانا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون يعني هؤلاء المؤمنون تكفيهم هذه الدلاله كان سيدنا ابراهيم حينما يستيقظ يرفع راسه الى السماء ويقول ذهب الليل واقبل النهار ويتامل في ملكوت الله كيف ذهب الليل بظلامه واقبل النهار بضيائه ويبقى يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي المساء يقول ادبر النهار واقبل الليل ادبر النهار بضيائه واقبل الليل بظلامه ويقول سبحان الله سبحان الله فقال ربنا وابراهيم الذي وفى انه وفى العباده ووفى التدبر والتامل ان في ذلك لايات لقوم يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون التنزيل سمع قبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد وفي الختام يقول الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض يعاتب الحق جل جلاله طائفه من الناس ادعوا بان الله عنده ولد ويقصد النصارى الدين النصراني دين حق أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نصروا دين الله هو دين حق منزل من عند الله لكن طرأ عليه التبديل والتغيير في قضية جوهرية في قضية العقيدة في, عق في قضية التوحيد نحن المسلمين نؤمن بأنه لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لكن النصارى يعتقدون بأن الله له ولد لهذا سبحانه يقول اتخ... قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه ينزه نفسه لما تقولون هذا الكلام إنكم تلحقون بالله تعالى النقصان وهو الكامل جل جلاله لذا قال سبحانه هو الغني الله له الغنى التام عن الخلق فمن كان يحتاج إلى ولد ربما يقول لما أكبر هذا الولد سيخلفني وسوف يعونني يعينني على المتاعب كلنا نفكر هكذا نرى أولادنا يكبرون ونفرح نقول لما نكبر ونهرم غد القولدات يرحموننا ويعتنون بنا فالرغبة في الولد هي رغبة في بيان على النقصان لكن الله هو الغني له الغنى التام فإذا كان غنيا من كل وجه فلماذا يحتاج إلى اتخاذ ولد هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض أن الله يملك كل شيء فلماذا هو محتاج هذا الشخص الذي تدعون أنه ابن الله هو أيضا مخلوق وعبد مملوك وهذا ينافي عقيدة التوحيد إن عندكم من سلطان بهذا، يعني قولكم هذا أيها البشر هو مجرد بطلان، ما عندكم حجة ولا برهان يدل على أن لله ولد، فلو كان لكم دليل لاتخذتموه، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا 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 استنكار، لماذا تقولون على الله تعالى هذا الكلام الكبير جدا؟ تدعون بأن الله له ولد وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هؤلاء تواضعوا على صنع عقيده باطله هم مجموعه من الحواريين ومن الرهبان في مجمعات كمجمع نيقه وغيرها من المجمعات العلميه ووضعوا قواعد وافتروا على الله الكذب هذا الكلام غير مكتوب في الانجيل المنزل على قلب سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، وانما هو كلام اتفق عليه الحواريون والرهبان في مجمعات علميه وضعوها في الكنيسه، ومن ثم ربنا يقول هؤلاء كذبوا، ان الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، ان لن ينالوا مطلوبهم، لن يحصل لهم مقصودهم، وانما كان همهم الدنيا وهو امر قليل. ثم ربنا عز وجل يتوعد. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لأن ادعائهم بأن الله له ولد فيه ظلم لله وفيه مس بجلال الله لهذا سينالهم عذاب شديد بسبب فعلهم هذا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لهذا ربنا عز وجل نفى أن يكون عنده ولد وبين بأن هذا خطر شديد ومن ثم صارت النصرانيه باطله ماذا قال ربنا عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لا اله الا الله هذا الكلام فقط من حيث البيان دليل على انه كلام الله تستشعر بان هناك اله يتحدث ما يتخيل ان محمد راعي الغنم امي يتيم فقير يقول هذا الكلام هذا خطاب اله يتحدث فنسال الله تعالى ان يثبت ايماننا جميعا ولك الحمد يا ربنا ولك النعمه والفضل ان جعلتنا مسلمين وجعلتنا موحدين جعلتنا موحدين بكلمه لا اله الا الله كلمه التوحيد هي التي تميزنا عن بقيه الاديان نحمد الله تعالى على هذه النعمه وعلى هذا الفضل اللهم تولنا بعنايتك ورعايتك واجعلنا من اوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل في قلوبنا الايمان واليقين واختم لنا بالحسنى واجعلنا من ورثه جنه النعيم وجعلنا بجوار سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الانصار والمهاجرين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قولوا معنا جميعا امين ايها الاحباب. امين امين يا رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا. لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله